إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك شرح العقيدة الواسطية وبشرح الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية. وكان شيخ الإسلام قد عقد فصلاً عن أخلاق أهل السنة والجماعة، ذكر أولاً ما يتعلق باعتقادهم، ثم ذكر الأخلاق التي كانوا يسيرون عليها، وأضاف الأخلاق إلى كتب العقيدة أو إلى العقيدة أخذًا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو مكارم الأخلاق. فقال عليه رحمة الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. يعني مع اعتقادهم الصحيح فإنهم يأمرون بهذه الأخلاق ويسيرون عليها: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، رواه أحمد في المسند، ورواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه غيرهم. ثم بيّن الشارح وفقه الله الأحاديث التي تشرح هذه الجمل، فقال فيما يتعلق بأنهم يصلون من قطعهم، ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، يعني الذي يعمل مثل ما عمل له فيقول: إن جاءني أذهب إليه، وإن ذكرني بكلام طيب ذكرته بمثله، وإن ذكرني بكلام قبيح ذكرته بمثله. وهذا يسمى مكافئاً لأنه يرد الشيء بمثله. قال: ليس الواصل بالمكافي،
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل يعني إذا قطع أرحامه الوصل فإنه يصلهم. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومعنى تسفهم المل يعني الرماد الحار في وجوههم. وذكر أدلة كثيرة في هذا الباب، في باب صلة الرحم، وقال في موضوع العفو: وتعفو عمن ظلمك، لأن العفو عمن ظلم هذا مستحب، ومن أخذ بالقصاص فلا بأس، هذا عدل، ولكن الإحسان في العفو عمن ظلم، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهذا هو الأفضل، أن يصبر المرء وأن يعفو عمن ظلمه وأن يعفو عمن أساء إليه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ أيضا في شرحه في من اغتاب مسلم كيف يفعل، يطلب منه العفو بإجمال، ولا يشترط أن يقول فعلت كذا أو قلت فيك كذا أو نحو ذلك، وإنما يطلب منه العفو بإجمال. فهذا أمر ضروري لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فيستحب أن يتحلل من هذا الذي اغتابه ويحسن إليه ويدعو له، فلعل هذا يكفر عنه ما وقع منه. وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ومن أعظم صلة الأرحام البر بالوالدين، ولهذا قال: ويأمرون ببر الوالدين. وبر الوالدين فرض، وقطيعة الوالدين كبيرة من الكبائر، قرنت بالشرك كما في قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. ثم ذكر حسن الجوار، يعني هم يصلون الأرحام ويبرون الوالدين ويحسنون الجوار. والإحسان إلى الجار يشمل مرتبتين: الأولى أن تؤدي له حقه، والثانية أن تكف الأذى عنه. قال: والجيران الذين لهم حق حسن الجوار على مراتب: المرتبة الأولى الجار الملاصق
هو أعظم حقًا. وقد جاء في الندب إلى حسن الجوار أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ولا شك أن جبريل ما يوصي إلا بما أوصاه الله عز وجل به، فإن جبريل هو المكلف بالوحي وهو رئيس الملائكة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. المرتبة الثانية الجار الجنب، يعني البعيد، واختلف السلف في حد البعيد، وهو ما ذكر في آية النساء: والجار ذو القربى والجار الجنب. قال بعضهم: حده 7 بيوت من كل جهة. وقال آخرون: حده 40 داراً من كل جهة. المرتبة الثالثة جيران البلد، أي من يساكنك في البلد التي أنت فيها، ولو كان في طرف البلد وأنت في الطرف الآخر فإنه يسمى جاراً، كما قال عز وجل: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. وهذه الآية تتعلق بأهل المدينة، وسماهم أهل جوار، فقال: لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالذي يسكن معك في نفس البلد يعتبر جارا، فله حق حسن الجوار. وهذه المراتب أولها أعظمها، والثاني الجار الجنب متوسط وله حق عظيم أمر الله به، والثالث من باب العموم وحسن الجوار للعامة. والمرتبة الأولى والثانية تنقسم أيضاً إلى مراتب بحسب الحق، فإذا كان جاراً وصاحب رحم ومسلماً صار له 3 حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وإذا كان جاراً مسلماً وليس بذي رحم صار له 2 حقوق، وإذا كان جاراً وليس بمسلم ولا بذي رحم صار له 2 حقوق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض جيرانه اليهود ويرسل لهم من بعض الطعام ونحو ذلك، فهذا فيه 2 حقوق. والمراد باليهود المسالمين الذين كانوا يسكنون قريبا من الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي الأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب. فالجار إذا كان من أهل الذمة ويسكن بعهد أو نحو ذلك فإن له 2 حقوق، بمعنى أن تكف الأذى عنه وأن تحسن إليه. ومن الإحسان إليه أن تتعهده بالدعوة إلى الإسلام، لعل الله عز وجل أن ينقذه من النار على يديه. وقال: الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه فيها تفاصيل كثيرة فيما يتعلق باليتامى الذين فقدوا الأبوين أو فقدوا الأب، والمساكين الذين لا يجدون شيئا، وابن السبيل المنقطع المار في طريق واحتاج للمساعدة، فهؤلاء يحسن إليهم.
ثم ذكر أيضاً أن من صفات أهل السنة والجماعة أنهم ينهون عن الفخر، يعني الفخر المذموم، وأما الفخر المحمود بأن تذكر ما أنت فيه على جهة بيان الأمر وذكر ذلك للناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك فخراً، وإنما قال لأنه قال ولا فخر، وإنما هو بلاغ يبلغ ويعلم الناس بأنه سيد ولد آدم يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة العظمى يوم القيامة، يوم يعتذر عنها أولي العزم من الرسل ويرشدون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرامة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال سعد: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، كما أخرجه البخاري. سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ونحو ذلك مما يذكر فيه الأعمال الصالحة على جهة بيانها للخلق. هذا إذا لم يكن على جهة الاستطالة على الخلق والترفع عليهم ويكون بفساد الباطن، فإنه يكون هذا ذكر هذه المحاسن فإنه يكون محمودا إذا سلم من الاستطالة والترفع على الخلق، ولا يصير من الفخر المذموم. وذكر الضابط في الفرق بين الفخر المذموم والفخر المحمود أن من صفات الفخر المحمود أن يذكر الشيء تحدثاً بنعمة الله عليه، وأن يذكر الشيء لأجل أن يقتدى به، وأن يذكر ذلك ليشجع الناس على العمل. فإذا ذكر ذلك لأجل هذه الأسباب وباطنه منطوي على كراهة الفخر والاستطالة على الخلق، فهذا لا بأس به، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. وأما الفخر المذموم فهو أن يذكر ذلك استطالة على الخلق وترفعا عليهم، وجاء في الكبر أنه بطر الحق وغمط الناس، فهذا هو الفخر المذموم، وهذا فيه استطالة على الناس. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال بعض أهل العلم: الفخر بالاستطالة والترفع، والاختيال ليس محمودا إلا في حالين: الحالة الأولى حال الجهاد، لأن هذا فيه إذلال للكافرين. قال: في حال الجهاد فالاختيال في الجهاد بأن يمشي بين الصفوف مختالا ويقابل العدو باختيال، هذا مأذون به، كما جاء في الحديث أن أبا دجانة يوم أحد أعلم بعصابة حمراء، يعني ربط عصابة حمراء على رأسه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مختال في مشيته بين الصفين، فقال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. هذه القصة أخرجها الطبراني في الكبير. فإن صحت هذه القصة فهي دليل على جواز
إظهار الاختيال وكسر نفس العدو بإظهار الاختيال وهزيمة العدو النفسية. وأما الموضوع الثاني فهو الصدقة، فإن الفخر بالصدقة والفرح بها وإظهارها هذا ممدوح عند طائفة من أهل العلم، وذلك لكي يقتدى به، يعني إذا كانت نيته حسنة وأظهر ذلك ليقتدى به فهذا ممدوح عند أهل العلم. وإخفاء الصدقات أقرب للإخلاص، لكن الذي يظهر الصدقة ليقتدى به وهو لا يريد بها الرياء ولا السمعة فهذا أيضا له نيته التي نوى. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، قال الاستطالة على الحق على الخلق مذمومة، بل الواجب على العبد أن يلين مع الخلق وأن يعتبر نفسه إن لم يرحمه الله عز وجل أنه أهون الخلق على الله، فلهذا لا يستطيل وينصف من نفسه. ثم ذكر من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، فالسفاسف الرذائل منها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا عن أهل السنة والجماعة أنه لما وذكر يعني ما هي الصفات والأخلاق التي يكون عليها المسلم، فقال هي التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته وقال ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي الأخلاق التي كانوا عليها، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوائب هم أهل السنة والجماعة. وذكر الشارح هنا وفقه الله أن حديث الافتراق المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، يعني لما قال ستفترق أمتي أو ستفترق هذه الأمة المراد به أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة تشمل من بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء مكان للدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ومع هذا سيبتليهم الله عز وجل بالافتراق ويحدث فيها فرق كثيرة، وأفضلها وأكرمها الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال هنا فهذه الفرق 72 من أمة الإجابة، وهم الفرق التي خالفت الجماعة، هم الفرق التي خالفت الجماعة الأولى، ويقصد بالجماعة الأولى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخرج أهل السنة منها بالإجماع الجهمية، يعني الفرق المنتسبة للإسلام
أجمع أهل السنة على أن هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين، الجهمية، والجهمية الغلاة أتباع جهم ابن صفوان، وهؤلاء ليسوا من الاثنتين والسبعين فرقة أصلاً. لماذا؟ لأن الجهمية جاءوا بطامات تصادم أصل الإسلام، الجهمية جاءوا بطامات في الدين تصادم أصل الإسلام، ولهذا ذكر هنا الإجماع على إخراج الجهمية من هذه الفرق. وأخرج طائفة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين الرافضة الغلاة أيضا من الاثنتين والسبعين فرقة. والرافضة الغلاة هم أتباع عبد الله بن سبا اليهودي الذين يرون أن القرآن محرف وأنه ناقص وأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كفار ونحو ذلك مما بثه عبد الله بن سبا اليهودي وتبنته فرقة الرافضة. وقال: وهذه الفرقة الاثنتين والسبعين ليست بكافرة خارجة عن الملة. يقول أن الفرق الموجودة في الأمة الإسلامية ليست كافرة، لأنه قد يفهم بعض الناس أن قوله كلها في النار يعني أنها خارجة من الإسلام، وليس الأمر كذلك. ومعنى كلها في النار يعني متوعدة بالنار وليس محكوما لها بالخلود في النار. قال شيخ الإسلام وغيره من أئمة أهل الإسلام: من ظن أن هذه الفرق خالدة مخلدة في النار كافرة فقد خالف إجماع السلف الصالح. يعني أن السلف الصالح لم يكفرونها جميعا، والسلف الصالح لم يحكموا على هذه الفرق بأنهم كفار خارجون عن الملة، ولهذا يغلط بعضهم ويصف الفرق فيقول هذه الفرق النارية، يعني أخذا من قوله كلها في النار، يقول هذه الفرق النارية وهذه تسمية محدثة. صحيح كلها في النار، لكن كلمة النارية تحتمل أن تكون مخلدة في النار أو غير مخلدة، فقد يكون ظاهر اللفظ أنهم مخلدون في النار، ولهذا لا يصلح أن تقال هذه الكلمة، بل يقال هذه الفرق متوعدة بالنار وخارجة عن طريق أهل السنة وضالة ومبتدعة. يقال أنها خارجة عن طريق أهل السنة، ويقال أنها ضالة، ويقال أنها مبتدعة، وبدعهم مختلفة متفاوتة. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والجماعة من هي؟ جاء تفسيرها في الحديث الآخر، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمثلية هنا في العلميات والعمليات، يعني من جهة الاعتقاد ومن جهة السلوك والعبادة، وهذا الذي جعله يدرج الأخلاق في هذه العقيدة، لأن المسألة ليست مجرد اعتقاد بقلبه، وإنما عمل بهذه الاعتقاد وبأخلاق السلف الصالح. وقال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة فئة واحدة وفرقة واحدة وطائفة واحدة، يعني أهل السنة ليسوا فرق ولا طوائف، وإنما هم فرقة واحدة وطائفة واحدة
قال: وهم أهل الحديث، يعني يطلق عليهم أهل الحديث، أي الذين يعتمدون الحديث في عقائدهم، وهم أهل الأثر، وهم أتباع السلف، وهم أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهذا شبه إجماع من السلف على أن أهل السنة والجماعة أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر وما شابه ذلك من الكلمات الدالة على المراد. وقد غلط طائفة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم فقالوا: الفرقة الناجية عبارة عن ثلاث فئات، الأولى أهل الحديث، والثانية الأشاعرة، والثالثة الماتريدية. وهذا الكلام غلط، فإن الأشاعرة والماتريدية ليسوا هم أهل من أهل السنة والجماعة، وهذا الذي ذكر ذلك من الحنابلة هو السفاريني. السفاريني ذكر في لوامع الأنوار البهية هذا الكلام، وتبعه غيره من بعض المتأخرين، وقال: واعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر، والأشاعرة، والماتريدية. وهذا قول باطل وغلط كبير، لأن الأشاعرة والماتريدية من الفئات التي عليها الوعيد لمخالفتهم أهل السنة في منهج التلقي وفي تقديم النصوص على العقل، يعني أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في منهج التلقي، فهم يقدمون العقل على النصوص. وكذلك في الصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي مسائل أخرى خالفوا أهل السنة والجماعة، فليسوا من أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، بل هم من المبتدعة الضلال. ثم قال عن أهل السنة والجماعة: وفيهم الصديقيون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولي المناقب الماثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. قال: وقوله وفيهم الصديقيون والشهداء والصالحون، ذكر هؤلاء الثلاثة من قوله عز وجل، أخذها من قوله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالصديقون من أهل السنة والجماعة، والشهداء الذين ماتوا على السنة على غير البدعة، وهؤلاء من أهل السنة والجماعة، والصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق الخلق، هؤلاء من أهل السنة والجماعة. وفي لفظ الصالحين ما يشمل القيام بحقوق الله، ومن حقوق الله أن تكون في العمل في العلميات، أي في الأمور الاعتقادية، على ما أمر الله به، على ما جاء في النصوص، فيخرج المبتدعة من وصف الصلاح. ولو كانت، قال: ولو كانت جبهة المبتدع فيها ثفنة، والثفنة إيش هي؟ يعني لو كانوا عباد وأثر فيها السجود،
أو كان يصوم النهار ويقوم الليل، ما دام أنه على اعتقاد بدعي في الله عز وجل بقلبه ليس بسليم، فإن العمل الصالح القليل مع اعتقاد سليم هذا أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذا جاء في أثر أبي الدرداء المعروف قال: يا أحبذا نوم الأكياس وإفطارهم. قال: كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المعتدين أو من المغترين. هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. والمراد أن عمل قليل مع سنة خير من عمل كثير مع بدعة. ومعنى قوله يعني ولو كان فيه ثفنة في جبهته، قال: السفنات التي تأتي أحيانا في ركب البعير عندما يبرك والذي يكثر السجود قد يطلع أثر ذلك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، نعم، يطلع علامة لكثرة السجود أحيانا في الجبهة، لكن ليست هي المعيار الوحيد، بل هو على سنة أم على بدعة. وهذا يدل على تحذير السلف الصالح من البدع. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. فليست العبرة بكثرة العبادة أو بكثرة الجهاد أو بكثرة كذا وكذا أو بكثرة الدعوة، وإنما العبرة هل هذا موافق للسبيل والسنة أم ليس بموافق، إلى آخر ما ذكر الشارع عليه رحمة الله في هذا الباب. قال: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وبهذا قد انتهينا من هذا الكتاب المبارك، وناتي بكتاب غيره في العقيدة إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.